كل الوقت كنت قاعد وخايف على مريم من الناس اللي ما بيعرفونا بنتي. اليوم صرت خايف من الناس اللي عارفانين. من أعداء يوسف اللي عم يستغلوها كانت الضعف. تحمي يا أبو المصعب. مثل ما حميته أول مرة في سجنه، الحين بتحميه من كل أعداء أو من أي أحد يحاول يأذيه. اليوم مثل قبل. اليوم بنتي بالنص. هذا سبب أدعى عشان تحميه؟ عشانها لازم تحميه؟ عشان تنقذ بنتك لازم تنقذ يوسف؟ ليش هو عم بيسمع من حدا ولا عم بيرد على حدا؟ مو مهم يسمع ولا يرد ولا تقول له شيء. أنت تصرف لحالك. هالحين أنت على بالك أني ممكن أشوف أحد بيحاول يأذي بنتك وأنا أوقف ساكتة؟ فيك تفهميني هيفا ليش راحت لعند مريم؟ أنا كم مرة حذرتك من هيفا هذه؟ بعرف، بس شو بدها منا؟ شلون شو بدها منا؟ واضحة ما يبيلها. بنتك سر يوسف، وطبيعي أنها تحاول تستغل التفصيلة هذه وتلعب عليها. بس على مين؟ أنا وين رحت؟ أنا واقفة بوجهها. شو بتقدري تعملي إذا قررت أنها تفضحها؟ أنا أسوي كثير. أنا تأخرت، صار لازم أروح أجيب مريم من المدرسة. أبو مصعب، مو لازم بنتك تشوف نظرة الخوف هذه اللي بعيونك، ولا حتى يوسف. يا هلا ويا مرحبا، تو ما نور البيت. يا هلا يا هلا. البيت ذا بعمره ما راح يرجع ينور، وراح يبقى مهجور دام ليان وسامي موجودين معنا. بسيطة، بكرة يرجعون إن شاء الله بخير وسلامة ونجتمع زي أول وأحسن وأنا أبوك. أنا خايفة. خايفة من إيش؟ من الأرق. بالمستشفى كنت أنام والحين ما أدري إذا راح أقدر. وما أدري شو أقول لك أنا أبوك. يعني يصلح إني أحجز لك جناح في المستشفى عشان تنامين؟ لك لا تشيلين هم، بإذن الله بلقى لك حل قريب. جربت كل شيء وما فاد. أنا راح أروح أخذ شاور. أوكي، نعيما مقدما.